بنتكلم عن اللي انا قلته امبارح في موضوع ابراهيم صلاح واحمد جعفر وكده، وقلت ان احمد جعفر لعيب مهم جدا في نادي الزمالك وكان مظلوم من الناحيه الماديه في السنين اللي فاتت. نفس القصه بالنسبه لابراهيم صلاح، ويمكن ابراهيم صلاح كان عقده كمان اقل من احمد جعفر. امبارح كنت بتكلم في التليفون بعد الحلقه مع احمد جعفر لاعب نادي الزمالك، وقال لي ان هو يعني عنده فعلا عرض من النادي الاهلي، والناس امبارح كان هو موجود في مكتب الكابتن تامر النحاس، وكان موجودين مسؤولين من الاهلي، مسؤولين من الاهلي عرضوا عليه ان هو يوقع او يمضي استمارته. راجل ان هو يعني حسب كلام احمد جعفر ان هو يعني قال لهم لا، انا الاوليه لنادي الزمالك، هشوف ناديه الاول الكلام ده، وما حصلش التوقيع. يعني احمد جعفر برضه مستني نادي الزمالك وطالب طلبات ماديه من نادي الزمالك او ماليه، ومستني يشوف نادي الزمالك. وعنده برضه خلي بالكم ان احمد جعفر عنده ليونه ومرونه مع الزمالك ان هو يجدد عقده في الفتره القادمه، بس برضه لازم يبقى في تقدير من نادي الزمالك للاعبين اللي المفروض هيجددوا عقودهم، ان اللعيبه يعني من خلال المستحقات والكلام ده ليهم مستحقات وخدوا وعود كتير، وفي ناس اتظلمت بصراحه. كان في ناس بتاخد عقود عاليه جدا وما بتشتركش او ما بتلعبش، وناس بتموت نفسها وموجوده اساسيه في نادي الزمالك وبتكسب الفرقه، وواحد زي احمد جعفر، زي صبري الرحيل، زي ابراهيم صلاح. يمكن صبري ما كانش بيلعب كتير، لكن ابراهيم صلاح، احمد جعفر، احمد سمير، اللعيبه دي كلها يعني، محمد عبد الشافي، حازم امام، محمد ابراهيم، عمر جابر، اللعيبه دي عقودهم صغيره. يمكن احمد سمير لا، مش زي اللعيبه دي، عقده مش وحش، كويس. وكان هو متفق على القيمه مع مجلس الاداره ان هو كان جاي من نادي ليرس البلجيكي. ففي لعيبه محتاجه اللي هي تترفع عقودها وتتظبط، ويبقى في نسبه وتناسب، عشان ما يبقاش اللعيب بيلعب كلاعب اساسي في الملعب وفي لعيب تاني احتياطي او ما بيلعبش او كذا، او بياخد مبلغ كبير جدا وهو بياخد مبلغ قليل. يعني خلاصه الكلام ان احمد جعفر الاولويه بالنسبه لنادي الزمالك، لكن عنده عرض فعلا من النادي الاهلي حسب ما هو قال لي. واحمد من اللعيبه المميزه والكويسين جدا طبعا في نادي الزمالك. طيب يعني في كلام كتير بقى اليومين دول ان النادي الاهلي فاتح خط مع احمد حسن مكي مع ايمن حفني، ودي دايما انا في الحته دي بشيد بالنادي الاهلي، ان هو ما بيستناش، عايز يقوي فرقته على طول، عايز يعمل، وقلت الكلام ده اكتر من مره يعني، عايز يعمل صف تاني وتالت، وبدا يشتري لعيبه من منتخب الشباب اللي هم الصغيرين عشان يعمل صف جديد للفرقه. ومشروع ان اي نادي يكلم اي لعيب، يعني مشروع النادي الاهلي على فكره مش 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 غلط او عيب ان هو يكلم ابراهيم صلاح، ان ابراهيم صلاح عقده بيخلص وهيبقى فري، مش عيب ان هو النادي الاهلي يكلم ابراهيم صلاح، مش عيب النادي الاهلي يكلم احمد جعفر، مش عيب على الزمالك ان هو يكلم محمد بركات، ان عقد بركات هيخلص وممكن الزمالك يفكر في بركات، مش عيب ان الزمالك يكلم مثلا سعد سمير مدافع الاهلي اللي عقده هيخلص، مش عيب ان هو يكلم كل نادي ليه الحق ان هو يتفاوض مع اللاعب في اطار مشروع. يعني ايه في اطار مشروع؟ يعني انا عقدي بيخلص، انا لعيب عقدي بيخلص في نهايه الموسم، قبل 6 شهور من عقدي ممكن اتفاوض معاك وامضيك. يعني ممكن مثلا النادي الاهلي يمضي لعيب من الزمالك وعقده لسه هيخلص في شهر 7، اي لعيب ليه حق التوقيع قبل نهايه عقده ب6 شهور، ممكن الزمالك يمضي لعيب من النادي الاهلي قبل نهايه عقده ب6 شهور، ان هو دي لائحه وده قانون مفيش مشكله. لكن اللعيب بقى او مش المشروع اللي انت مثلا يبقى فيه عقد مستمر ما بين اللاعب وناديه، وانا اخش عشان يعني اضيع تركيز اللعيب، او اخليه مثلا مش مركز في الملعب، مركز في فلوس، او ازود سعر اللعيب على ناديه، دي اللي مش مظبوطه يعني. فكل نادي ليه الحق ان هو يتفاوض، ليه الحق ان هو يقوي فرقته، ودي حاجه مشروعه. والنادي الاهلي افضل اداره في مصر، او افضل ناس بتشتري لعيبه وبتقدر تجيب لعيبه كتيره، زي ما قلت امثله كل مره كنت بقول الكلام ده. جاب وليد سليمان، وجاب عبد الله السعيد، وجاب قبل كده محمد ناجي جده، وجاب محمد نجيب، وجاب احمد شديد قناوي، وجاب السيد حمدي، ولعيبه كتير جدا في النادي الاهلي. وقبليهم في بدايه الالفينات محمد ابو تريكه ومحمد بركات لما كانوا في النادي الاسماعيلي، ومحمد شوقي لما كان في النادي المصري. فدي سنه الحياه، لازم تجديد، لازم تقوي فرقتك. والزمالك عمل كده على فكره السنه اللي فاتت برضه، عشان اديهم حقهم. الزمالك السنه اللي فاتت اشترى لعيبه كتير جدا، عمل فرقه كويسه جدا وكلها عناصر مهمه وبتلعب. يعني جاب احمد حسن عميد لعيب العالم،
جاب أليكسيس موندومو لاعب مميز جدا كاميروني كان بيلعب في أفريقيا التونسي، جاب نور السيد من أفضل اللعيبة في مصر، جاب إسلام عوض، جاب رزاق، جاب عبد الله سيسيك لعيب كبير جدا في النادي المصري وكان تألق السنة اللي فاتت في الدوري، جاب أحمد الشناوي حتى لو على سبيل الإعارة، جاب حمادة طلبة حتى لو على سبيل الإعارة، هاني سعيد لاعب المصري السابق واللي انضم لنادي الزمالك لكن راح إعارة لنادي ظفار. فالزمالك عمل فرقة كويسة جدا، ولكن الزمالك فيه مشكلة اللي هو مش قادر يحافظ على العناصر دي، دخل في مشكلة مع رزاق، دخل في مشكلة مع أليكسيس موندومو، مع عبدالله سيسيه عشان المستحقات والكلام ده، ودي الحاجات دي أتمنى أن إدارة الزمالك تقدر توفر مستحقات اللاعبين. اللاعب الأجنبي اللي جاي مصر جاي عشان الفلوس وجاي عشان اسمه يكبر من خلال نادي زي الزمالك أو نادي زي الأهلي أو كبير في مصر زي الإسماعيلي مصر. طيب المهاجم الليبيري اللي احنا كنا قلنا عليه امبارح وكنا عرفنا من خلال بصراحة المواقع والصحف ان في لاعب ليبيري هيجي النادي الاهلي، تم تأجيل اختباره لبكرة ان هو ما وصلش في الميعاد المحدد ليه النهاردة، فهيجي بكرة وهيتمرن وهيتم اختباره مع النادي الاهلي، بيقولوا ان هو يعني مهاجم